لبيك اللهم لبيك. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية، وتعلن عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من الثلاثاء 21 من فبراير حتى الاثنين 6 من مارس 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. وتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك. يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج، مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. وبالنسبة للمرافق، تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت. لك والملك لا